متابعي وانتيين وين ما كنتوا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه فلاش كان وين تلقاو اخر اخبار كان الكاميرون لحظه بلحظه. المدرب السنغالي الو ديارا يقول في الندوة الصحفية انهم يستناو في بطولة افريقيا هذه منذ 1960 وانهم عازمين باش يكونوا في الدورة هذه ابطال افريقيا. بعيدا عن الكان، الجامعة التونسية لكرة القدم تقرر تأجيل بداية البطولة الوطنية الاولى. وفي اخبار لاعبي منتخبنا الوطني، الظهير الايمن محمد دراجر ينتقل رسميا للاف سي لوكرين السويسري. هذه كانت فلاش كان لليلة، انا قابلكم غدوة في فلاش جديد، وتوا ما بقى لي كان نقولكم باي باي.